بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطح. بغيت نوريكم بعض المزروعات اللي تقدروا ديروا في الحديقة ديالكم الخلفية، وخا ما تكونش فيها الشمس إلا في 4 السوايع في النهار. بسم الله ما شاء الله، وتاخذوا من الإنتاج إن شاء الله. وهنا كاينة بعض النباتات ديال الزينة. هنا كاينة لافوجير، هذه لافوجير، هذه هذا جلد النمر، هذا السمار، هذا نبات السمار، هذا هو اللي كيديروا منه العصير وزوين. وفي هذه الزريعه نوريك واحد القضيه، هذه الزريعه ديالو مهمه، هذه اللي كتليق للشقيقه اللي عنده شخاف في الراس كيبخر بها وكتمشي ليه الشقيقه. ضروري زوين هذا الزريعه هذه. هي هذه كتلاحظوا، هذا جلد النمر، هذا الأبصار الشتوية، هذا الحدق، هذا الجيرانيوم ما شاء الله، الجيرانيوم، وهذه واحد الدالية ديال العنب. هذه نط غير بالحبة، الحبة ديال العنب، يعني العظمة ديال العنب باش نط. ها هي ما شاء الله، هي غادة مزيان، هذا مزيان، هذه الدالية هذه، هاي غادة في هذا الشيء. هذا التين الشوكي، أو بدا كيدير التيمار ديالو، وهذه السلمية، هذه راه ماشي النعناع، هذه كتشاهدوها، هذه تيميجة، هذه تيميجة كتلي بحال النعناع. كتلق الاوجاع، هذه تيميجة، هذه غير الشكل ديال النعناع. وهذه السلمية، ونوريكم في الطريقة ديال زراعة السلمية نيس ان شاء الله. نقطعوا هذا واحد الغصن ونزرعوا واحد الغصن ديال السلمية. هذه نبات طبي عطري، نقطعوه ناخذوا من تقريبا هذه العقلة، هذه ناخذوا هذه العقلة، هذه نحيدوا لها الاوراق ونغرسوها ان شاء الله، نستفدوا في هذه الاوراق هذو. هذه البصله، هذه الزريعه ديال البصله، هذه البصله اللي كتخرج الزريعه، هذه شاهدوا زريعه سميتو الزريعه ديال البصله، هذه كلها زريعه ديال البصله، هي كتشاهدوها، هذيك شتيها كتشوف، هذه نط من البصله، هذه البصله دي اصلها بصله، كتزرع بصله وكتعطيك هذه الزريعه، هذه تستعملها في الموسم الجاي ان شاء الله. ها هي العقله ديالنا، ها هي موجوده، نحيد لها هذه الاوراق، نقطعوا لها كامل هذه الاوراق هذو، ونغرسوها في التربه ديالنا ونحطوها بواحد المكان فيه الظل. هي كنصور بواحد اليد، حيدو كامل هاد الأوراق هادو، نستعملهم في الشاي. هاهي العقلة ديالنا دابا موجودة، فيها بعض العقل هنا، بسم الله نوضعها في الطوبة ديالنا على هاد الشكل، ونسقيوها. هاهي موجودة دابا، نخليوها في الظل إلى غاية إنبات إن شاء الله، ونحولها للتربة. نوريكم واحد الزرفلة هنايا ما شاء الله، شوف كم هي محملة بالثمار ما شاء الله، شوف شوف شهيد قوة، شتي الزرفلة فاش كتليق، شوف ما شاء الله محملة جيدة بالثمار، حارم مزيان. شوف شوف قوة الثمار، وهذا الأزير، صداع عشبة الليمون، شوف عشبة الليمون كيفاش ما شاء الله، عشبة الليمون هذه عشبة استوائية، هذه نادرة، قليل اللي كيعرفها، هذه عشبة الليمون وهي عشبة استوائية أو لويزة الحامضة، هذه فيها واحد الريحة بحال اللويزة، وكتاكل الأعصاب مهدية للأعصاب، كتشرب فيها
درت لكم فيديو على عشبة الليمون، يمكن ترجعوا تشوفوه موجود على قناتي. زوينة واحد الريحة تاعها طيبة، شوف القوة ديالها ما شاء الله. وهنا كاين الباذنجان، ها واحد البيض شتيها، واحد الشجرة ديال الباذنجان، الباذنجان هاي أخرى، الشجرة الأخرى ديال الباذنجان في صحة جيدة. شوف هنا كاين الباذنجان، وهنا كاين الورد، هذا الورد البلدي أو الورد الجوري إن شاء الله. هذا الورد البلدي، الورد البلدي بلدي ما شاء الله. شوف ما شاء الله، هنا كاين واحد الفلفلة نوع آخر بشكل آخر، فيه الأصفر الجميل، واحدة واحدة شوف سلمية ما شاء الله، عشبة طبية عطرية. يلا هذه مادة تيميجا، تيميجا هذه، وهنا كاينة الشيبة، الشيبة العجيبة، شوف شوف قوة ديالها ما شاء الله. هذا منظر عام، باقي موتشكم. هذا الريحان، الريحان هذا أو الحباق، هذه الشفريرة، الشفريرة هذه شوف أبصار الشتوية كيفاش، واحد هذو الأبصار الشتوية تخرج الزهور. درت لكم واحد الدرس على الأبصار الشتوية والزهور ديالهم، كيبداو الزهور ديالهم في نهاية الربيع كيخرجوا عند أزهار زوينة، راكم موجودين على القناة. يلا وأخيرا أستودعكم الله، مدينة طبيعة ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.